الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى قيم أوصى المختار بها ولنا فيه المثل الأعلى فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى. حسن سنكي أشكن يولو أن محتشم الله كولو إنسان لان دور يولو سن جستردين أي محمد O sensin ki aşkın özü Yaradan'ın bakan gözü İnsanlığın insan sözü Senin dilinden Muhammed Kalbi muteyyem kulleme صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد ألسنا أحق بقلب سعيد أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد فما السير في الخير إلا اختيار وما الخوض في الشر إلا خيار إليك القرار لا لن يغير في كوننا والله قدرها كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا قويم تهدى الصراط المستقيم بادر وغيرها خلق عبثا حاشانا بل لنعمرها دنيا لنمهد دربا كي ياتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد كندو. اليوم كنت في رحلة مع عائلتي لمنطقة شيلي في شمال تركيا. رحلة مميزة جدا كانت يوم من العمر. طبعا كانت هاي الرحلة مقدمة ودعوة من شركة سفرك السياحية. أي شخص حابب يطلع من إذا كان في داخل تركيا أو خارج تركيا رحلة سياحية مع عائلته يكون رحلة مميزة بنصحكم تطلعوا مع سفرك السياحية ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. السلام عليكم.